طيب في بعد نشوف بعدها. هذه الصورة اللي صورتها برضو صح، في عنيزة. في عنيزة. عنيزة لها نصيب اليوم، صورتها في عنيزة وهي أصلا ملونة، ما صورت من الكاميرا أحادية، لا صورت الصورة ملونة بالأساس، بس كان معي مجموعة فلاتر جميل. واضطريت هاي أني أحولها لأحادي. وهاي هذه برضو عنيزة. أي نعم، جميل. الصورة هذه ترى مدموجة، دمجت صورتين. صورتين في بعض. أي نعم، صورة الجمل هو اللون الطبيعي للجمل، طيب الصورة بالخلف هي اللي عالجتها. طيب كيف؟ بالفوتوشوب؟ اي نعم، اعطيت اشباع لون ازرق السماء، واعطيت اشباع برضو للون الرمل، بعدين دمجتها مع اللون الاساسي للجمل، واللي هي صورة واحدة. الصورة هذه ما شلت اي جزء ولا اضفت اي جزء، اللهم هي نفس الصورة بتغيير الالوان. هذه صورتها الهند. في دبي، في القرية العالمية، كان في الجزء اللي فيه الهند، شفتها كذا متزبطة، صورتها. سمحتي لي؟ قالت ايوه اسمح لك، فاخذت لي كم صورة. طبعا الكاميرا ما كانت معي، كنت موزع الكاميرات مع الاهل. بس انا في حاجة لاحظتها استاذ صالح، انك يعني كانك يعني بعيد عن تصوير البورتريه. والله في اذا كان راح تعرضوه هي موجوده. في بورتريه اكثر، نعم. يعني بس كانك يعني مركز اكثر على الطبيعه من خلال ما شفنا يعني. اي نعم، لا انا في البورتريه عندي صور، لكن الاول وقت انا كنت حاطط في بالي كم حاجه، لان اسافر كثير، فحاطط في بالي كم حاجه اني اخذ الصور، مثلا المعالم البلد اللي اروح له. فلما اخلص من هناك بعدين ما عندي حاجه في البلد، اوقف الكاميرا وعند الرايح والجاي، واخذ لي نقوه من الناس. الاشكالهم غريبه، اللي العمر ما شاء الله عمره كبير، فباين تجاعيد الوجه، فاخذ الصور هذه. يعني هون يعني بتخليني اسال سؤال، هل شكل الشخص مثلا، شخصيه الشخص يعني ممكن هي اللي تلفت المصور لالتقاط مثلا صوره معينه له؟ سواء كان وجه، تقاسيم وجه، او لبس مظهر، معين. او لبس معين. نعم. اكيد في شيء يلفت، لانه لو اصور صوره لشخص عادي، نفس الشخص هذا في نفس اللبس، نعامة الناس، نفس، لا هذا المشاهد ما راح يشوف شيء مميز بالصوره. نعم. الصور اللي زي ما قلت لك، تصوير اللي انت اخذهم زي تكون نقوه، الكبار في السن، هذه كل واحد يحس في مشاعر لما يشوف الصور هذه. نعم. الكبير في العمر يكون بين فيه احيانا حزن، او العكس، كبير بالعمر ومبسوط. فانت تنقل حاجه، كانك تنقل تاريخ. نعم. للشخص هذا. اي نعم. يعني انا هرجع على السؤال اللي كنت هسالك، الابيض واسود، انه انا الحقيقه الاسبوع الماضي كان معنا ضيف ايضا له كل التحيه والتقدير، مصور فوتوغرافي، فيعني سألته نفس السؤال على موضوع التصوير بالأبيض وأسود، إنه بدأنا الآن نجد ظاهرة التصوير بالأبيض وأسود والعودة، فهو ذكر لي إنه يعني فيها تركيز أكثر وجمالية أكثر. نعم. وبتظهر الصورة أكثر. ما أدري هل فعلا يعني أنت أيضا مثلا تفضل التصوير بالأبيض وأسود؟ هل هو عبارة عن انتقال من مرحلة لمرحلة، أو تطور في التقاط الصورة بالنسبة للمصور؟ الأبيض والأسود فتنة بصراحة، أجمل يعني. نعم، له نكهة غير. لكن في ناس كثير لهم تفسير آخر، أنه الأبيض والأسود خروج من عيب في الصورة. وفعلا هذا في بعض الصور، لكن هذا ما ينطبق على الكل. نعم. أنا فعلا أعترف بصورة البر اللي هي التجريد والسماء اللي قلت لك عنها كانت ملونة. هذه فعلا أنا هربت من الملون لأنه كان في عيب باللون. أيوة. فاضطريت احولها ابيض واسود. هي جميله ملونه، لكن الوان قويه شوي، يعني مش الدرجه اللي انت حاببها. اي نعم. الاسود الابيض برضو زاد جماله، هذا اللي خلاني انا كسبان في الصوره وعرضتها في النت وكذا. نعم جميل. الابيض الاسود فعلا كلامه صحيح، يعطي اكثر دقه واكثر معنى في الصوره. حتى يمكن تلاحظين احيانا حتى في البطاقات الشخصيه استخدم الابيض الاسود، اكثر المعالم توضح اكثر من الملون. نعم. ما فيها خداع يعني.
ها؟ ما فيها خداع. لا ما نخدع احد. لا يعني الابيض واسود ما بتخدع يعني. لا لا تعطيك شيء صافي. طيب نتكلم على اللي هو الموقع ابداعي. نعم. اللي انت صممت هذا الموقع مشكور، واحنا بعد شوي ان شاء الله المخرج يطلع لنا الرابط للي يحب انه يعني يدخل الموقع. تحدثنا عن هذا الموقع، الهدف من انشاء مثل هذا الموقع. موقع ابداعي، انا قبل ما اتكلم عن الموقع بتكلم عن نفسي شوي، انا بس بعيد عن انا حقت الكبر، انا هي تعريفيه فقط. لما احب الشيء احب اطور. نعم. احبب الناس فيه. نعم. ما احب ابخل على احد في الشيء هذا. انا قبل كان عندي وقت يعني معطاء الله يجزاك خير. نعم. انا قبل كان عندي اهتمام في الانترنت، وكنت في موقع ثاني ما له دخل في التصوير بس مربوط في التقنيه وما التقنيه. نعم. كنت اعطي وقتي كثير وانا ما لي مصلحه في الشيء هذا غير اني انا اعطي، بس كحب او راجع لي ما لي شيء. نعم. فقلت بما انه انا عندي وقت وانا عندي هوايه وعندي شيء احبه، ليش ما مثل ما انا اسوي بالموقع هذا اسوي بموقعي انا. نعم. فتحت الموقع ابداعي، موقع تصوير زي باغلب المواقع الموجوده، لكن خليت الموقع مو محصور على حاجه. نعم. فتحت الموقع تقريبا عام 2009. نعم. ما خليته محصور على ناس معينه. نعم. يعني اني احدد ان ابغى محترفين، لا، انا فاتح المجال بمصراعي. انت لما تيجي مبتدئ تحط لي صوره انا ما راح اجاملك. نعم. راح اعطيك سواء انا او المصورين الثانيين اللي موجودين ما راح يجاملون، راح يعطونك اياها صريحه، عندك عيب صحح. يعني انتم مجموعه من المصورين؟ هي فيها مجموعه مصورين، لكن في الاداره حاليا انا ما عينت احد، لانه المواقع احيانا يكون موجود في فتره معينه بعدين ينسحب، دراسه، اختبارات. فانا بما انه الموقع انا اللي مهتم فيه فمعطيه انا وقتي افضل واتابع. نعم. جميع النواحي زي ما تقول مسيطر على الوضع. نعم. الموقع انا لما سويته كان لي اهداف بصراحه. اهداف اني اقيم دورات، اسوي معارض مو مثلا في العاصمه الرياض او لا، في المملكه عامه. حتى الدورات كان هذا هدفي انه للجميع، اي مصور اخليه يستفيد من الشيء هذا. واجهتني مشكله للاسف انه بديت في الموضوع حبيت اني اسوي الدوره وكنت طامع اني القى دعم. من شخص او من جهه رسميه، ما حصلت احد. وانا فيه الان انا مستعد، يعني زي ما تقولي انا في الخطوه اني راح ابدا راح اسوي الدوره، لكن ابغى احد يساندي بالموضوع هذا ما لقيت. فاكون معك صريح، انا اضطريت اني ارفع الرسوم شوي عشان اغطي التكاليف. لو ما لجأتوا لجمعية الثقافة والفنون مثلا، يعني ما لها دور قسم التصوير الفوتوغرافي؟ رجال اللجنة قالوا لي انه احنا نقيم لنا احنا بس. انت تعتبر ايه ممكن احنا نقيم دورات وكذا. فانا بصراحة قلت ما اقدر اصبر لانه هي راح ابدا. بس عملتوا دورة نسائية؟ اي نعم، هذه هي بعد ما كذا رفعت انا اقول لك الرسوم وسوينا الدورة النسائية تكلم عن حياة الصامتة. والحمد لله كانت الدورة ممتازة والمتدربات برضو طلع بنتيجة كويسة. وبعد الدورة مباشرة أنا وزعت لهم أوراق عن طريق المراقبات اللي موجودة بنفس الدورة. نعم. إنه راح أسوي مسابقة في الموقع في إبداعي لكم أنتم خاصة فقط للنساء اللي حضروا الدورة. حضروا الدورة عشان تكون فيها حماس منهم اللي درستوه أو اللي خدتوه في الدورة تطبيق. أعطيتهم مهلة تقريبا أسبوعين أو ثلاثة. وبرضو أعطيتهم جوائز اللي فازوا في هذا، جوائز معنوية يعني. هذه ما لها دخل، جوائز طلعت من حسابي الخاص. من هذيك الله يجزاك خير، يعني كويس دعم فعلا للبنات حتى للشباب. يعني في مسابقة للشباب ولا؟ والله انا لانه انا زي ما قلت لك الدعم وقفني كثير، لانه صعب انه كل شيء اقدر اسويه. عندنا مشكله انه اقول مثلا للشباب او البنات، الشباب يمكن يكونون يحبون الفلوس اكثر. لو اقول له مثلا الدوره راح اقيمها بالقيمه الفلانيه يقول لي لا، يعني يا صالح احنا عارفين انه ما 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 انا مستعد ادفع مبلغ وقدره عشان دوره مدتها يومين او شيء. انا فعلا احس البنات بيدفعوا. البنات مو عن يدفعوا، لانهم هم عندهم نقص في الشيء هذا، ما في احد يدعمهم. محتاجين محتاجين يعني. نعم يعني لعلها دعوه لتبني مثل هذه الدورات وهذه الانشطه اللي بالفعل يعني بتعكس اثر ايجابي على افراد المجتمع، ولا سيما انه يعني في النتيجه لما نحصل او سواء كان الفتيات او الشباب عندما يحصلوا على مثل هذه الدورات، نعم، بالتالي يعني ثقلت الموهبه اللي عندهم
وبالتالي يعني نجد انه بداوا ينتشروا اكثر ويعملوا اكثر. صحيح. وممكن يكون مكسب يعني مصدر رزق بالنسبه لهم. نعم. مثل صحيح. هذه الدورات فيما بعد يمتهنوها مهنه يعني. نعم. فيما بعد. وهذا اللي صاير طبعا في مجموعه. طيب ما فكرت بمعرض خاص فيك؟ والله انا اطمع برصيد اكثر من الصور بصراحه. كم تقريبا الان يعني الحصيله اللي عندك؟ ما اقدر اعدها والله، لانه حتى يعني. لما اخذت مجموعه صور كنت ادخل بين ملفات كثيره، اخذ اثنين من هنا وثلاثه من هنا. فكنت اخذ مجموعه بصراحه ما طلعت بمجموعه اعطيتكم الموجود. دائما يقال انه يعني مثلا سواء كان فنان، مصور، رسام، ايا كان يعني هاي المجالات، او حتى الكاتب او هاي، يسال سؤال دائما يعني يعني بمن يعني اقتديت او بمن تحب ان تقتدي، من مثلك، من كذا، بمن اقتدى صالح، يعني بمن تاثر واحب التصوير؟ والله هي الشيء زي ما قلت لك انا حبيته من زمان، من قبل ما ادخل انتقلت للاحترافيه كنت احب التصوير. جميل. المحيط اللي حولي العائلي، الوالده تحب التصوير. جميل. وهي عضو طبعا في ابداعي. والله. وما اتمنى مين اشطر؟ يعني بصراحه سؤال محرج وبامانه يعني. الوالده اكيد اشطر. فاقول لك هي عضو في ابداعي، تتابع، وعندنا احنا صور اسبوع، فتيجي تصوت لافضل صوره في الاسبوع. جميل. وكل حاجه متواجد. اي نعم. أوكي. فانا اقول لك اتمنى تكون صاحيه وتشوف الحلقه ان شاء الله. لازم اتصلت عليها شكلها نايمه. فاقول لك الوالد برضو ما قصر معي، انا من زمان الوالد كان ما يقصر معي ابدا، شراء الكاميرات ما كان يقصر. جميل. اللي كاميرا الفيلميه والاحترافيه يعني من الوالد. نعم. اللي حببني بالفن كفن انا خالي رسام، ويمكن مر عليكم الاسم ابراهيم الزيكان، برضو رسام. نعم. فنان تشكيل. اي نعم. نعم. هذا خالي، وكان اذا ما اشوف الصوره اقعد اتاملها كثير. يعني بيئه فنيه. اي نعم. ابداعيه. نعم. فهذا اللي خلاني انا يكون الفن قريب، لما اشوف الصوره كلنا نتشارك. نعم. عمي، خالي، ابوي، كلنا. نعم. يعني ما في حد يشوف الصوره يقول يمشي. لا يعني في ناس تأمل، في ناس تدعم بالكلام. كلمه حلوه، نعم صحيح، سو كذا. بس يعني اذا في خوف منكم. يعني احنا ما نعطيكم ولا صوره من المره الثانيه. حيكون ابوي ضيف معايا. الله يحييه. والله بالعكس يشرفنا، والوالده كمان تشرفنا. بالعكس يعني هذا فخر واعتزاز لنا. يعني انا ممكن لو ما حاعطيك ولا اي صوره انا صورتها، لانه اكيد حتطلع فيها يعني مليون عيب. اكيد يعني المصور، يعني خليني اسال سؤال، المصور بإمكانه معرفة هذه الصورة حتى وإن كانت لمصور آخر؟ نعم. فيها عيب أو ما فيها عيب؟ تم فيها تعديلات أو ما تم فيها تعديلات؟ نسبة كبيرة نعم. وتعتمد على الشخص اللي زي ما قلت المعالجة تعتمد عليه، لأنه أحيانا لما يغطي عيب في الصورة أحيانا يأخذه من جزء ثاني، فممكن يعني أقدر أكتشف الجزء هذا من وين أخذه. رمل. في فلنفرض جزء رمل كثير، اخذ شوي كبه هنا، الحمد لله انتهينا. بس ممكن الجزء اللي اخذه هذا واضح جدا. واضح انه هنا ما في تناسق، لانه في تعريض، في اضاءه، هنا ما كانت مدعوم في اضاءه، واضح انه في شيء. هذا اللي اقدر اقول لك انه ممكن توضح. نعم. التعديل في الصور. عموما يعني انا سعيده جدا بتواجدك، وشاكره جدا يعني حضورك من الرياض العاصمه، وكلفنا عليك وتعبناك، ولكن شرفتنا يعني. وان شاء الله دائما نكون على تواصل، وان شاء الله الحلقه القادمه الوالد ولا الوالده يعني يكونوا ضيوف معنا. الله يحييهم يعني. ان شاء الله يجيبوا لك حاجه من هناك برضه. ان شاء الله، بس لا تنسى تصورنا يعني. ان شاء الله. اكيد. هم اعزائي المشاهدين، يعني باسمكم نشكر المصور الفوتوغرافي الاستاذ صالح الغشام على فعلا يعني روحه المرحه والطيبه التي اطفت حميميه وجمالا للقائه، وايضا نشكره على ابداعه وعلى تصويره، وايضا نشكره على تاسيس هذا الموقع لاستقطاب الفتيات والشباب. فاصل قصير ونعود اليكم من جديد.